مرحب بكم من جديد مشاهدينا على كريم، وكل من يلتحق بنا اللحظة أهلا بكم في الجزء الثاني من فقرة النقاش ضمن غرفة الأخبار، والذي تحدثنا فيه عن المنتدى الوطني للمجتمع المدني والذي كان تحت رعاية سامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أرحب بك من جديد الأستاذ أكرم زيدي، عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني. شكرا بارك الله فيك على هذه الاستضافة. نعم شكرا لك. إذن المنتدى كما وصفه رئيس الجمهورية اعتبره بالخطوة التي مثلت تجسيد رؤية الحكومة الاستراتيجية الهادفة، وهو لأول مرة في تاريخ الجزائر هذه الخطوة. المنتدى كان تخلله عديد الجلسات، عديد المحاور، لو نفصل فيها أكثر أيضا. طبعا المنتدى الوطني للمجتمع المدني الذي انعقد يوم أمس كان تخللته ثلاث ورشات. أولا نتحدث عن الجلسة الحوارية التي أشرف عليها السيد الوزير الأول وسيد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني ومختلف الخبراء هذه في الجلسة الحوارية. مباشرة توجهنا إلى ثلاث ورشات كانت جد مهمة. أولا مشاركة المجتمع المدني كفاعل أساسي في التنمية، كذلك الورشة الثانية وهي يعني المواطن الرقمي ومواكبة المجتمع المدني للتكنولوجيات الحديثة والرقمنة، وكذلك الورشة الثالثة تطرقت إلى المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، أين انبثقت يعني اتفاقيات في هذا الإطار. التحدث عن هذه الورشات التي أطرها مجموعة من الخبراء يعني كانت ورشة جد مهمة. الورشة الأولى أنه المجتمع المدني ودوره في التنمية الوطنية، وكنت طرقت في هذا السياق من قبل أنه المجتمع المدني فاعل أساسي في مسارات التنمية المحلية والتنمية الوطنية الشاملة من خلال الديمقراطية التشاركية، من خلال الفضاءات الحوارية التي تمكنه من المرافعة، تمكنه من إيصال المشاكل والإنشغالات مرفوقة بالمقترحات. إذا تحدثنا عن الورشة الثانية وهي التحول الرقمي والمواطن الرقمي ومواكبة المجتمع المدني لهذه التحولات الرقمية، نتحدث اليوم عن أهمية الرقمنة أولا في يعني قص الطريق أمام كل الإجراءات البيروقراطية والإدارية المعطلة لمسار التنمية. نتحدث كذلك عن الرقمنة ودورها في إضفاء شفافية أكثر. نتحدث كذلك عن الرقمنة ودورها في إرساء تلك الثقة ما بين المواطن وما بين المؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية. نتحدث كذلك عن الرقمنة وأهمية الثقافة الرقمية لدى المجتمع المدني ولدى المواطنين، لأنه اليوم نتحدث عن الرقمنة وهذا ما نطالب به، ولكن يجب أن يشارك المجتمع المدني والمواطنين في الاندماج حول هذا التحول الرقمي والمسار الرقمي الذي تؤسس له مؤسسات الدولة من خلال رقمنة الإدارات، رقمنة القطاعات، الذي سيسهل الولوج إلى المعلومة وسيضفي شفافية أكثر، لأنه ثقافة ممارسة الرقميات يجب أن نعززها لدى عامة المواطنين ولدى فعاليات المجتمع المدني. حتى أنه المرصد الوطني للمجتمع المدني كان يعني يؤسس لهذا المسار من خلال تعامله مع المؤسسات العمومية وتعامله مع فعاليات المجتمع المدني. إذا أردت أنا تحدث عن ممارسة المرصد وإدماجه للرقمنة في برنامجه، نتحدث عن المنصات الرقمية والتطبيقات التي يعني وضعها المرصد لتسهل على المجتمع المدني إيصال المشاكل، إيصال الانشغالات، إيصال المقترحات. طبعا الرقمنة في إيصال المعلومات طبعاً وفي إيصال انشغالات المواطنين. طبعا حتى أنه المنتدى يوم أمس كان بصفر ورقة، كان الولوج إلى البرنامج، إلى مختلف المحاور، إلى عامة محاور هذا المنتدى عن طريق تطبيق يمكن كل المشاركين من الوصول إلى مختلف محاور هذا المنتدى. حتى أنه استعمال للرقمنة يعني كانت هذه الورشات عن طريق تطبيق لإتاحة الفرصة لمختلف فعاليات المجتمع المدني التي لم يتسنى لها الحضور يعني حضوريا في هذا المنتدى، يعني طبعا عن بعد عن طريق التطبيقات. إذن ما ستمكنه الرقمنة من تسهيل الخدمة العمومية وكذلك أن يكون المواطن في صلب المعلومة، لأنه في السنوات السابقة وفي المراحل السابقة كان مشكل المجتمع المدني والمواطن هو المعلومة، لم تكن تصل المعلومة بشكل سلس بشكل متواصل، وهذا ما نسعى إليه رفقة السلطات العمومية، رفقة الجهد العمومي، لأن تكون الرقمنة يعني من بين الآليات المساهمة في إضفاء شفافية أكثر وكذلك مساهمة في تقريب الإدارة
الإدارة من المواطن التي هي آلية لتعزيز الثقة ما بين الطرفين. نعم. بالرجوع كذلك إلى الورشة الثالثة وهي يعني مساهمة القطاع الاقتصادي من خلال المسؤولية الاجتماعية في مرافقة المجتمع المدني لأداء أدواره. حقيقة لا يمكننا اليوم أن نطالب المجتمع المدني بأداء أدواره المنوطة الأدوار المنوطة به من دون أن نوفر له المساحة والمناخ والفضاء المواتي لأداء أدواره. حقيقة هذا الفضاء أسسنا له وأسس له الدولة الجزائرية والسلطات العمومية وحتى المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية من خلال المرافعة. نعم. من خلال كذلك عديد الآليات وهي وضع الأطر القانونية والتشريعية المواتية والمواسبة المناسبة والمواكبة حتى للتطور الملحوظ لفعاليات المجتمع المدني والمواكبة لمختلف التحديات المحلية الوطنية الإقليمية وحتى الدولية. نعم. من خلال يعني بعض الإصلاحات القانونية، نتحدث عن الإصلاح المتعلق بالنقابات وكذلك ننتظر الإصلاح الذي لن يكون بعيد إن شاء الله، الإصلاح المتعلق بالجمعيات والإصلاح المتعلق بالقانونية البلدية، يعني سيفرج قريبا خاص بالجمعيات. طبعا سيؤسس الفضاء وسيؤسس الآلية المواتية لتجسيد الديمقراطية التشاركية. إذن إذا توصلنا إلى تجسيد فعلي للديمقراطية التشاركية التي بدأت تظهر ثمارها من خلال هذه اللقاءات، من خلال هذه المنتديات، من خلال الجهد العمومي الذي يقدمه للمجتمع المدني، ومن خلال العلاقة اليوم التي أصبحت علاقة متينة ما بين الطرفين، سيكون هناك حقيقة ديمقراطية تشاركية. إذن وضع البيئة المواتية لنشاط المجتمع المدني سيمكن المجتمع المدني من أداء أدواره، ولكن مختلف المشاكل والانشغالات التي كان يطرحها المجتمع المدني هي قضية التمويل. تمويل. اليوم أصبح الفكر متغير، حتى أنه أصبح النمط يعني بآلية أخرى. نعم. المجتمع المدني يعكف على أن يكون هناك نمط جديد من التمويل، وهو تمويل مشاريع الجمعيات. الجمعيات. لا يكون تمويل هكذا وفقط، ولكن يكون التمويل من خلال يعني طرح مشاريع جمعوية يعمل دراسة المشاريع الاقتصادي. نعم. يعمل القطاع الاقتصادي. نعم. في القطاع العام والخاص على مرافقة هذا الجهد في تمويل مشاريع الجمعيات، وهذا ما كان صلب الاتفاقيات المبرمة يوم أمس. أولا كانت الاتفاقية الأولى مبرمة ما بين المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب والممارسة الرقمية، وهي اتفاقية تساهم في أن يكون عمل تعاوني ما بين الهيئتين تشاركي بحكم أنهما طبعا بحكم أنهما هيئتين مهمتين يوليهما السيد رئيس الجمهورية الاهتمام البالغ، بحكم أنهما هيئتين استشاريتين لدى السيد الرئيس، وهما ضمن الإصلاحات المؤسسية التي جاء بها السيد رئيس الجمهورية. نتحدث كذلك عن الاتفاقية المبرمة ما بين المرصد الوطني للمجتمع المدني مع الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كيعني تنظيمين اقتصاديين مهمين يمثلان الطبقة الاقتصادية في القطاع لهما مكانتهما أيضا. نعم. خاص لهما مكانتهما ولديهما بعدهما، لأنه إذا تحدثنا عن التشاركية يجب أن تسهم النقابات والتنظيمات الاقتصادية في مواكبة المسار الإصلاحي ومواكبة يعني الجهد العمومي لتوفير بيئة أعمال مواتية للمجتمع المدني. إذن لو نفصل فقط في الاتفاقيات. نعم. إذن هذه الاتفاقية التي جاءت لتؤسس لنمط جديد لتمويل مشاريع الجمعيات وتواكب كل التحولات، تواكب كل التحديات التي تكون مرافقة أيضا. تكون مرافقة. نعم. أولا تواكب التحديات والرهانات التي تواجه المجتمع المدني لتوفر له البيئة المواتية من خلال قضية التمويل، لأنه لا يمكننا التحدث عن أداء المجتمع المدني أدواره الحقيقية والمنوطة به من دون أن نرافقه في قضية التمويل. ولذا كان هناك نمط جديد من التمويل وهو تمويل الجمعيات، لأنه حقيقة الطبقة الاقتصادية لا يمكنها التوجه إلى مرافقة المجتمع المدني وتمويل الجمعيات بدون توفير مناخ عمل لها. اليوم هناك إصلاحات كانت موجهة للطبقة الاقتصادية التي المتعاملين الاقتصاديين. طبعا للمتعاملين الاقتصاديين من خلال قانون استثمار جديد، من خلال قانون العقار الاقتصادي الذي هذه المسار الإصلاحات القانونية الموجهة للطبقة الاقتصادية التي حتى أنه التزم بها السيد رئيس الجمهورية في الالتزام 16 و17 كان التزم السيد الرئيس ب يعني
يعني تحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار في الجزائر من خلال قانون الاستثمار من خلال قانون العقار الاقتصادي. إذن هذه الإصلاحات ستوفر بيئة العمل والنشاط والاستثمار المواتية للطبقة الاقتصادية. إذن لا يمكن للطبقة الاقتصادية أن تمول مشاريع الجمعيات من دون أن يكون لها هذا بيئة المناخ عمل هذا المناخ الذي هذا المناخ الذي يؤسس لها لتكون من المردوديه ايضا لانه نعم. هذه المردوديه الاقتصاديه للمؤسسات الاقتصاديه ستعود على المجتمع المدني دلوقتي. ستعود على الحياه العامه، ستعود على المجتمع بالايجاب، لانه الطبقه الاقتصاديه هي شريك اساسي في خلق الثروه وفي كذلك توفير مناصب الشغل. اذا توفير بيئه العمل وبيئه الاستثمار المواتيه للطبقه الاقتصاديه ستمكنها من خلق الثروه وكذلك ستمكنها من مرافقه الجهد العمومي في قضيه تمويل الجمعيات. لانه اليوم الاصلاح القانوني والمؤسسي المتعلق بالاستثمار والاقتصاد الوطني عامه هو سيساهم في الإصلاح المتعلق بإدماج المجتمع المدني ومرافقته في عملية التمويل، لأنه الطبقة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص كانت تلتزم ولا تزال تلتزم بمرافقة فعاليات المجتمع المدني في هذه المشاريع، في تمويل المشاريع أيضا. طبعا في تمويل المشاريع الفاعلة، لأنه هذه المشاريع الجمعوية لديها قيمة مضافة على الحياة الاقتصادية، على الحياة السياسية، على الحياة الاجتماعية، وحتى على الحياة الثقافية، إذن على الحياة العامة هنا في الجزائر أيضا حتى لها دور في تعزيز حماية الوطن أيضا وأمن الوطن، حفاظ على أمن الوطن. نعم، لأن المجتمع المدني يعتبر فاعل أساسي في تقوية الجبهة الداخلية للوطن. في ظل ما نعيشه من لا استقرار على الصعيد الإقليمي، على الصعيد الدولي، على الصعيد العالمي، وعديد التحديات اليوم العالمية، تحديات الأمن الغذائي، تحديات الأمن الطاقوي، تحديات كذلك الأمن المائي، ناهيك عن تحديات الأمن الصحي والأمن السيبراني. إذن كل هذه التحديات يجب أن يكون المجتمع المدني فاعلا فيها، لأنه يدرك حجم هذه التحديات، ولكن يجب أن يكون فاعلا فيها، ولن يكون حقيقة فاعلا فيها إلا بتوفير بيئة العمل وبيئة النشاط وتعزيز العلاقة ما بين مؤسسة الدولة والمؤسسة الأممية وفعاليات المجتمع المدني. ومن هنا نتوصل إلى يعني ربط سلسلة القيم وربط تلك الحلقات التي كانت تمتينها أيضا مترابطة في سنوات سابقة وتمتينها، لأنه اليوم التوجه إلى عمل تشاركي بنظرة تشاركية يجب أن نؤسس له من خلال وضع بيئة النشاط وبيئة العمل لفعاليات المجتمع. وهو ما صرح به أيضا الأستاذ بن براهم أنه يجب الانتقال من المرحلة ربما إلى مرحلة جديدة من العمل المنسجم والمتكامل بين الهيئات والمؤسسات الاستشارية وأيضا المؤسسات الحكومية. طبعا لأنه لا يعقل أن نتوجه إلى إصلاحات وأخلقت للحياة العامة ويعني مؤسسة الدولة في جهة وفعاليات المجتمع المدني في جهة والطبقة الاقتصادية في جهة. يجب أن يكون تكامل وانسجام ما بين مؤسسة الدولة الجزائرية وما بين فعاليات المجتمع المدني وما بين يعني الطبقة الاقتصادية. اليوم الكل يؤسس توحيد الجهود وتوافق الرؤى أيضا الرؤى، لأنه الكل اليوم يؤسس للجزائر الجديدة. هذه الجزائر الجديدة ليست بالشعارات وليست بالكلام فقط وليست بالعبارات، الجزائر الجديدة اليوم يجب أن نؤسس لها بالعمل بالجهد بالتكامل ما بين مؤسسات الدولة الجزائرية وما بين المجتمع المدني وما بين الطبقة الاقتصادية وما بين حتى إدماج أبناء الجالية الوطنية في الخارج في المسار الإصلاحي وفي مسار يعني رسم المخططات والسياسات العامة للدولة الجزائرية. إذن هذا هو الشيء الذي نصب إليه، وهذا حتى ما لمح إليه السيد رئيس الجمهورية من خلال رسالته، إنه الجزائر الجديدة يعني أعطت الاهتمام البالغ للشباب، للمجتمع المدني، للطبقة الاقتصادية، ليكونوا فاعلين في مسار الإصلاحات أولا المؤسسية، الإصلاحات الاقتصادية، الإصلاحات الاجتماعية، لأنه هذا هو المسار الإصلاحي يتطلب الوقت. ما علينا إلا الصبر نوعا ما على هذا المسار الإصلاحي، لأنه هذا هو المسار الإصلاحي في ظل حقيقة حتى المقاومة التي يعني تواجه هذا المسار الإصلاحي، لأنه بطبيعة الحال يتعرض له من عراقيل. طبعا لن تكون هناك مقاومة إلا بمسار إصلاحي، والحمد لله اليوم هناك مسار إصلاحي بالرغم أنه هناك يعني مقاومة، ولكن الكل مجند لمجابهة هذه المقاومة الداخلية وحتى المقاومة الخارجية، وثقتنا كبيرة في فعالية المجتمع المدني لتعزيز اللحمة الوطنية ولتعزيز وتقوية الجبهة الداخلية، كذلك ثقتنا كبيرة
كبيرة في البرلمان بغرفتي، خاصة أنه سنعيش يوم غد خطاب الأمة بحول الله مع غرفتي البرلمان، لأنه البرلمان كان لديه بصمة هيئة كبيرة تشريعية طبعا لا. في قضية التشريع وسن القوانين. اليوم برلمان شاب، اليوم برلمان واعي، اليوم برلمان مواكب ويتبصر لكل التحديات التي تواجه وتترصد للجزائر، كذلك الطبقة الاقتصادية واعية بأهمية دورها في مواكبة هذا المسار الإصلاحي المتعلق بالاقتصاد الوطني، وكذلك المسار الإصلاحي المتعلق يعني المجتمع المدني والإصلاحات الاجتماعية التي تقوم بها السلطات العمومية، حتى أنه اليوم نلتمس تضامن حكومي ما بين القطاعات الوزارية يعني يكون هناك عمل منسجم وعمل متكامل ومنسق ما بين كل الفاعلين من فواعل الطبقة الاجتماعية، فواعل الطبقة السياسية، فواعل الطبقة الاقتصادية ومؤسسات الدولة الجزائرية. وفي عديد المرات يعني استقبل رئيس الجمهورية رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني وأعضائه، وكنتم من الحاضرين أيضا ربما ولمستم هذا الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذه الهيئة الاستشارية أيضا. نعم طبعا هو من خلال اللقاء الذي جمعنا بالسيد رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر 2023 هذه السنة، نعم يعني كانت هذه كان هذا اللقاء يدخل في ضمن اللقاءات التقييمية للهيئات التابعة لرئاسة الجمهورية، منها هيئة المرصد الوطني للمجتمع المدني. استمعنا إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية، استمعنا إلى التحديات التي تواجه الجزائر محليا إقليميا ودوليا، كذلك استمع لنا السيد رئيس الجمهورية من خلال إيصالنا للمعلومة، إيصالنا للإنشغالات بصفتنا هيئة وقناة من بين القنوات التي تعمل على إيصال المعلومة إلى الطرفين، إلى السلطات العليا للبلاد ولفعاليات المجتمع المدني. حتى أنت ذكرتي وسيط، هيئة وسيط الجمهورية كذلك تقوم بعمل متناسق مع المجلس للشباب، مع السلطة العليا للشفافية، مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حتى هيئة أخرى منها المجلس الوطني للتكنولوجيا. يعني كل هذه الهيئات الاستشارية لدى السيد رئيس الجمهورية بمختلف يعني فئتها، الفئات التي تضمها هذه الهيئات تقوم بعمل متناسق يعني فيما بينها، وهذا لتقوية ولتعزيز قنوات الحوار والتشاور، لأنه اليوم لا يمكن من بين تعزيز قنوات الحوار والتواصل أيضا كنت أشرت أنه رئيس الجمهورية غدا بحول الله سيعقد ربما وسيلقي كلمة سميت به خطاب الأمة موجه للأمة، يعني هو خطاب منتظر ربما، ما المرتقب منه؟ لا هو المرتقب من خطاب الأمة وهو الأول من نوعه أيضا. نعم لرئيس الجمهورية، خاصة أنه يعني هذا الخطاب هو مدسر وكان صدر المرسوم الرئاسي نهاية الأسبوع المنصرم الذي يعني الجريدة الرسمية. نعم الجريدة الرسمية. إذن خطاب الأمة أمام غرفتي البرلمان، أمام مجلس الأمة، وأمام يعني المجلس الشعبي الوطني، أمام ممثلي الشعب، لديه دلالات كبيرة أنه سيد الرئيس يولي الهيئتين الاهتمام البالغ، يولي الشعب الاهتمام البالغ، والشعب والمواطن هو في صلب الرهانات، في صلب التحديات، وفي صلب الاهتمامات لدى السيد رئيس الجمهورية، لأنه اليوم عديد الآليات هي الموضوع، الآليات التشريعية، الآليات الرقابية، الهيئات الاستشارية، كل هذه الآليات، وحتى إذا تحدثنا عن الحكومة كآلية تنفيذية، كل هذه الآليات الاستشارية الرقابية والتنفيذية لديها أدوار، ولكن هذه الأدوار لن تتعزز إلا بالعمل المتكامل والمنسجم. إذن خطاب الأمة سيضع حصيلة السيد رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، وكذلك سيؤسس إلى برنامج السيد عمل برنامج السيد رئيس الجمهورية لسنة 2024، لكي يكون المواطن لديه المعلومة الكاملة والكافية. وكذلك بالأكيد أنه ننتظر من السيد رئيس الجمهورية أن يعطي الخطوط الكبرى والعريضة للتوجهات في السنوات السابقة لعمل الدولة وعمل مؤسسات الدولة الجزائرية، وكذلك ننتظر أن يبصرنا السيد الرئيس بمختلف التحديات التي تجابه الجزائر محليا
دوليا واقليميا. اقليميا نعم. شكرا جزيلا لك الاستاذ اكرم زايدي عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني، شكرا جزيلا لك على مشاركتك لنا هذه الفتره النقاشيه وكل توضيحات والنقاط. نعم. بارك الله فيك، نشكركم على اتاحه هذه الفرصه، وكذلك انتم جد مشكورون على المرافقه الاعلاميه لمختلف نشاطات المرصد الوطني للمجتمع المدني بصفتكم شركاء اعلاميين مساهمين حتى في نقل الصوره، في نقل الرساله، في نقل الصوره، وكذلك في نقل الواقع المعاش. شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا الشكر موصول لكم، الى هنا نصل واياكم الى ختام هذه الفتره النقاشيه ضمن غرفه الاخبار، باقي الفترات الاخباريه متواصله بعد الفاصل.